أقيم في كنيسة سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي بعمان قداس شكراً على نعمة التكريس الرهباني لكل من الأخت أسيل حجازين والأخت لين هلسة. ترأس القداس سيادة المطران المعين جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن. وبعد الكلمة التي ألقاها كاهن الرعية الأب فرح بدر والتي رحب فيها بالراهبتين المكرستين وبالحضور الكريم، ألقى المطران خضر عظة أشار فيها إلى أن التكريس هو سبب للفرح وقال: الله هو الذي يستحق التكريس، فهو فرحنا وهو فخرنا وهو الكنز الحقيقي الذي يستحق منا التكريس. وخاطب سيادته الأختين المكرستين قائلا: سعادتكم تكمن في عيشكم هنا في الدير في بيت الأب السماوي. وفي الختام حذر المطران خضر بأن البعد عن الله هو السبب في ارتكاب الخطايا. نفرح اليوم مع الأختين أسيل ولين شكرا لله على نعمة التكريس الرهباني. التكريس هو سبب فرح، لأن المكرس هو الذي وجد الكنز المخفي، هو الذي وجد اللؤلؤة الثمينة. وكما يقول لنا الإنجيل: فذهب لشدة فرحه فباع كل شيء واشترى ذلك الحقل واشترى تلك اللؤلؤة لشدة فرحه. الله هو الكنز الحقيقي، الله الذي يستحق منا كل تكريس، هو فرحنا وهو فخرنا. سعادتكم تكمن هنا، تكمن في تكريسكم لله، في عيشكم في بيت الأب السماوي. تعيشون هذا التكريس من خلال الدير، تعيشونه من خلال حياتكم اليومية، وهنا تجدان سعادتكما فعلا مع الله. هذا اللي يعلمنا إياه الإنجيل المقدس، فلنتمسك بهذا الفرح الحقيقي الداخلي الذي يمنحنا يا الله. هنيئا للراهبتين على هذا التكريس. التكريس هي مسيرة، تعرفوا أحسن مني، فلتكن هذه الانطلاقة بنعمة الله، لتكن بنعمة الروح القدس ليمنحكما أن تسيراني في هذه الطريق، فتخدمان الله والقريب وتجدان السعادة في البيت الأبوي. آمين.